بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. المحاضرة الثانية الأناتومي الأسبوع الخامس اللي هي Female Genital Organs. Also Female Genital Organ classified into Internal Genital Organ and External Genital Organ. Regarding the Internal Genital Organ, we have the Ovary, the Uterine Tube, Uterus, Vagina, and Visceral Pelvic Fascia and Peritoneum. While the external genital organ, عندنا الفالفه, clitoris, vestibular bulb, and greater vestibular glands. فإحنا اليوم راح إن شاء الله نغطي ال internal genital organ, وبالأسبوع القادم ويا البرينيوم راح نحكي ال external genital organ. The ovary, there is one ovary on each side of the pelvis. Each is oval shape, measuring 4 by 2 cm. And is attached to the back of the broad ligament by the mesovarium. فعندنا فد structure اللي يسموه هو هذا كلش مهم راح نعرفه بالبيلفس اسمه البرود ليجمنت او الليجمنت العريض من اسمه يعني شوفوه مثل البرد هذا الازرق ممتد من فوق لجواب البيلفس على الجهتين زين وهنا هسه بالساجيتال فيو ما راح يبين البرود ليجمنت لان هو شنو صاير هاي هسه كورونال فيو بالكورونال فيو راح نشوفه كامل بس ساجيتال فيو راح نشوفه عبارة عن خط لان هو صاير مثل البردة بالضبط زين في الاوفري اتاش للبوستيريور بارت اوف ذا برود ليجمنت فهذا البرود ليجمنت هسه اللي بيه بلاد سبلاي يمشي وهنا الاوفري صايرة بوستيريور اله معلقة بيه معلقة فد ليجمنت يسموه ميزوفيريوم زين سمول ليجمنت That part of the broad ligament extending between the attachment of the mesovarium and the lateral wall of the pelvis is suspensory ligament of the ovary. زين عندنا بعد ligament ثاني هنا خلينا نشوفه زين هسه هذا شنو هذا؟ هذا اليوترس هذا فالوبيان تيوب زين وهذا الاوفري فالاوفري هو attached للposterior wall مال broad ligament بيمن بالميزوفيريوم هذا فد ليجمنت يسموه ميزوفيريوم واتاج للبيلفيك سايد وول للبيلفيك سايد وول باي اذر ليجمنت اللي يسموه سسبنسري ليجمنت اوف ذا اوفري وهذا السسبنسري ليجمنت هو الطريق اللي من خلال البلد سبلاي والفينوس درانج مال الاوفري راح يمشي اوكي وهنا نهم نشوفه هذا السسبنسري ليجمنت اوف ذا اوفري هنا أنا شنو covered by peritone هنا أنا مخرين من عند البريتون حتى يوضحون الكونتينت مالته في الأوفري بي two ligament بي suspensory ligament of the ovary هذا بين الأوفري وبين اللاترال pelvic side wall وعندنا الميزوفيريوم اللي هو بين الأوفري وبين البرود ligament زين عندنا the round ligament of the ovary which represent the remnant of upper part of the gubernaculum بالميل عندنا فشي اسمه جبرناكيلم بالامبريج راح يحكوا لكم اياه بالفيميل ما عندنا جبرناكيلم عندنا راوند ليجمنت اللي هو البداله يكون او التسميه ما تحصير راوند ليجمنت الراوند ليجمنت كونكت ذا لاترال مارجن اوف ذا يورترس تو ذا اوفري زين نرجع للصوره يعني هو نفسه الميزوفيريوم اللي حكينا عليه اللي قلنا يربط الاوفري ويا البرود ليجمنت بداخله موجود الراوند ليجمنت اوف ذا اوفري بداخل الميزوفيريوم the ovary usually lie against the lateral wall of the pelvis in a depression called ovarian fossa bounded by external iliac vessel above and by the internal iliac vessel behind however the position of the ovary extremely variable and often hang down in the rectouterine pouch او قلنا شو نسميها pouch of Douglas هاي ما اخذيها pouch زين during pregnancy the enlarging uterus pulls the ovary up into the abdominal cavity after childbirth when the broad ligament is lax the ovary take up a variable position in the pelvis يعني بالpregnancy لان هو الovary attached للمن لليوترس من خلال البرود ليجمنت الراوند ليجمنت والميزوفيريوم زين فراح ينسحب ويا اليوترس يصير اللارجمنت باليوترس راح ينسحب وياه يدخل للابدومن زين
بعدين بعد الولادة راح سدنلي اليوترس يصير السايز مالته يقل، فهذا الانلارجمنت اللي صار بالبرود ليجمنت زين راح يصير شنو، يصير لاكس البرود ليجمنت، فالاوفري راح يكون مكانه فاريبل بهالحاله افتر دليفري. هاي صورة ثانية توضح لنا الراوند ليجمنت اوف ذا اوفري، اوكي، وهذا اللي هو الراوند ليجمنت قلنا جزء من الميزوفيريوم اوف ذا اوفري، وهنا السسبنسر ليجمنت اوف ذا اوفري قلنا البلاد سبلاي والفينس درانج يجا من البيلفيك سايد وول عن طريق السسبنسر ليجمنت. البلاد سبلاي ذا اوفريان ارتري ارايز فروم ذا ابدومينال اورتا، مثل التيستس اللي حكيناها بالمحاضرة مال ميل جينتال اورجان. الاوفري هو الجوناتس اللي تشبه التيستس بالميل، اللي هي احنا بالميل عندنا تيستس بالفيميل عندنا اوفري، فالبلاد سبلاي مالتهم واحد نفس البلاد سبلاي. The ovarian artery arises from the abdominal aorta at the level of the first lumbar vertebra. The ovarian vein drains into the inferior vena cava on the right side and into the left renal vein on the left side. نفس الفكرة مال ال testicular vein. Regarding lymphatic drainage للparaortic lymph node هم نفس ال testicular lymph node drainage. Nerve supply. The nerve supply to the ovary is derived from the aortic plexus and accompany the ovarian artery. The blood supply, lymphatic drainage and nerve supply of the ovary pass over the pelvic inlet and cross the external iliac vessel. They reach the ovary by passing through the lateral end of the broad ligament, the part known as suspensory ligament of the ovary. يعني يوصلن للأوفري من خلال السسبنسري ليجمنت of the ovary. The vessels and nerves finally enter the hilum of the ovary via the mesoverium. يعني من السسبنسري ليجمنت وتوصل للأوفري وهم تدخل بالميزوفيريوم. زين. The other structure هسه خلصنا الأوفري، عندنا اليوترين تيوب. عندنا the two uterine tube each about 10 cm long and lie on the upper border of the broad ligament. هذا البرود ليجمنت البردة اللي حكينا عليها هسه مثل ما هي البردة بيها سكه بالبيت، فالبرود ليجمنت هم بيه سكه لان احنا سميناها بردة، فالسكه مالته شنو هي؟ اليوترين تيوب. زين، فاليوترين تيوب هو راح يكون الابر بوردر اوف ذا برود ليجمنت. زين، each connect كل uterine tube connect the peritoneal cavity in the region of the ovary with the cavity of the uterus. يعني الاوفري راح يعطينا الايك، الايك حتى توصل لليوترس لازم اكو فشي ينقلها، فمن اللي ينقلها هو اليوترين تيوب. زين، اليوترين تيوب is divided into four part. First part is the infundibulum, is a funnel shape lateral end that project beyond the broad ligament and overlie the ovary. الانفانديبولم هو يعني راح يكون شكلها مثل المحجان، وراح يكون اتجاهها على اليمين على الاوفري. ليش؟ حتى يستقبل الايج من الاوفري. The free edge of the funnel has several finger like processes known as fimbria which are dropped over the ovary. هاي الفيمبريا حتى تسحب الاوفا زين الايج من الاوفري دايركتلي للفالوبيان تيوب. السكند بارت اللي هو الامبوله which is the white part of the tube. Third part is the isthmus which is the narrowest part of the tube and lie just lateral to the uterus. Last part اللي هو intramural part يعني الجزء اللي راح يدخل بالوول مال اليوترس زين يسموه intramural is the segment that pierces the uterine wall. هسه نشوفهم كلهم بالصور. هاي الصورة شو نشوف بيها؟ نشوف الأوفري زين ونشوف اليوترين تيوب. هذا كله يوترين تيوب متكون من four part. أول واحد الانفانديبولم اللي هي وايد زين وبيها فيمبريا بالإند مالتها والاتجاه مالتها هسه هذا قاصي احنا كأنما هنا الاتجاه مالتها على الأوفري. ليش؟ حتى تستقبل الايج من الاوفري. زين، السكند بارت الامبوله
اللي هو widest part of the uterine tube. بعدين الاسموس يكون راح يكون the narrowest part. اخر شيء the intramural part. الانترامورال ليش سميناه؟ انه راح يدخل بالوول مال اليوترس. زين، هاي بالنسبة للفالوبيان تيوب، لليوترين تيوب او فالوبيان تيوب. البلاد سبلاي والدرينج ما راح احكي لكم اياه، لان هو راح يكون يعني مشترك من الاوفيريان ارتري واليوترين ارتري، والدرينج ما تهم نفس الحالة. زين، نجي على اليوترس. زين، the uterus is a hollow pear shaped organ. اوكي، hollow يعني انه بي space inside it. زين، pear shaped with thick muscular wall and young nulliparous adult بالفيميل اللي ما صار عندها pregnancy. السايز مالته راح يكون 8 سنتيمتر لونج مالته، 8 cm long, 5 cm wide and 2.5 cm thick. Also it is divided into three parts اللي هي fundus, body and cervix. The fundus is the part of the uterus that lie above the entrance of the uterine tube. يعني الجزء اللي هو فوق من اليوترين tube. The body is the part of the uterus that lie below the entrance of uterine tube. And the cervix is the low, narrow part of the uterus. It pierces the anterior wall of the vagina and is divided into supravaginal and vaginal part of the cervix. يعني cervix بجزئين، بسupravaginal وvaginal part. السupravaginal قبل ما يدخل الفاجينا، والvaginal part هو الجزء اللي داخل بالanterior wall of the vagina. نشوف الصورة هاي من جديد. عندنا هذا اليوترس كله اللي هو شكله شنو، بيل شيب. يتكون من الفندس of the uterus اللي قلنا superior to the uterine tube، يعني هذا كله هنا فندس. اوكي، عندنا البادي اللي هو lower to the uterine tube، هذا البادي. زين، هنا عندنا شنو النارو بارت من عنده، شنو نسميه cervix of the uterus. cervix بي تو بارت، extravaginal هذا الجزء اللي قبل ما يدخل للفاجينا، والانترافاجينال او الفاجينال بارت اللي هو راح يدخل بداخل الفاجينا. زين، يربط لنا الفاجينا ويا اليوترس. زين، فهذا الانترافاجينال بارت يدخل للفاجينا من خلال الانتيرير وول اوف ذا فاجينا. The cavity of the uterine body is triangular in coronal section. يعني اذا اخذنا coronal section باليوترس، الكافيتي راح يكون شكلها شنو، triangular. But it is merely a cleft or a slit in the sagittal plane. بس من ناخذ sagittal plane راح نشوف هاي عبارة عن slit، يعني مو cavity، big cavity، فهي very small cavity. زين، the cavity of the cervix and the cervical canal communicate with the cavity of the body through the internal os and with that of the vagina through the external os. نرجع هنا، يعني هاي الكافيتي مال اليوترس متصلة ويا الكافيتي مال السيرفكس من خلال شنو، هنا يسموه internal os، وهاي الكافيتي مال السيرفكس متصلة ويا الفاجينا من خلال الاكسترنال os. فعندنا هنا external os وعندنا internal os. The uterus is covered with peritoneum except anteriorly below the level of the internal os, where the peritoneum pass forward into the bladder. The muscular wall or the myometrium is thick and made up of smooth muscle supported by connective tissue. هنا هاي الصورة sagittal view midline. نشوف اليوترس شنو، be covered by peritoneum anteriorly and posteriorly. ليش؟ لأن parietal peritoneum من anterior abdominal wall ينزل على superior surface of the bladder. زين، بعدين راح يوصل لليوترس. زين، يرجع على anterior wall of the uterus covering the uterus. زين، والposterior wall مالته، وبعدين يوصل للrectum. زين، يوصل للفاجينا posterior fornix of the vagina أو posterior wall، بعدين يوصل للrectum، يصير reflection على الرectum. فهنا هاي الباوتش شو راح يسموها؟ ركتو يوتراين باوتش، بينما بالميل سميناها ركتو فازايكل، لان هي كانت بين الركتم والبلادر. هنا بين الركتم
واليوترس فيسموها ركتو يوتراين باوتش أو باوتش أوف دوغلاس. ومثل ما تشوفون بهاي الصورة أنه السيرفكس داخل بالفاجينا من خلال الأنتيريور وول أوف ذا فاجينا. The endometrium is the mucous membrane lining the body of the uterus. It is continuous above with the mucous membrane lining the uterine tube and below with the mucous membrane lining the cervix. يعني هو mucous membrane واحد متصل من اليوترين تيوب والكافيتي اوف ذا يوترس والانترنال اوس والاكسترنال اوس. The endometrium is applied directly to the muscle. There is no submucosa and the endometrium undergo extensive change during the menstrual cycle in response to ovarian hormone. زين. What are the relations of the uterus? Anteriorly, the body of the uterus is related anteriorly to the shino, utero vesicle pouch, okay, and the superior surface of the bladder. The supravaginal cervix is related to the superior surface of the bladder. The vaginal cervix is related to the anterior fornix of the vagina. نرجع لهاي الصورة. هنا the anterior surface of the cervix, anterior wall of the uterus, related in man للركتو للفازيكو يوتراين pouch. هنا عندنا هم pouch راح يصير بين اليوترس وبين البلادر يسموه فازيكو يوتراين pouch. فهو يقول لك الانتيرير سيرفيس اوف ذا يوترس ريليتد للسوبر سيرفيس اوف ذا بلادر اند تو ذا فازيكو يوتراين pouch. زين. posteriorly the body of the uterus is related posteriorly to the rectouterine pouch or pouch of the Douglas with coil of ileum or sigmoid colon within it. And laterally, the body of the uterus is related laterally to the broad ligament and the uterine artery and vein. Then, the supravaginal cervix is related to the ureter. The ureter, احنا مثل ما نشوف هسه بهاي الصورة. البلادر اليوترس والفاجينا صايره بين الركتم وبين البلادر. فاليوريتر راح يمشي على اللاترال وول اوف ذا يوترس لاترال وول اوف ذا بيلفيك سايد وول. فمنه بده يوصل للبلادر راح يضطر يمشي على اللاترال وول اوف ذا سيرفكس. زين. فهنا معلومه مهمه انه لاترالي The supravaginal cervix is related to the ureter as it passes forward to enter the bladder. ليش هاي مهمة؟ لأن من نسوي هيستركتومي نشيل اليوترس لأي سبب كان لازم ننتبه لليوريتر لأن هو يمشي lateral to the supravaginal cervix حتى ما نقص اليوريتر بدون ما نشوفه. The vaginal cervix is related to the lateral fornix of the vagina. الفاجينال cervix راح يكون داخل بالفاجينا هذا فراح نحكي عليه بعدين. زين. اكو فد مصطلح يسموه اليوترين بوزيشن. زين. هذا مهم كلينيكلي مهم. زين. In most women the long axis of the uterus is bent forward to about 90 degree angle to the long axis of the vagina. يعني شنو الفكرة؟ انه اللونج axis مال الفاجينا واليوترس راح تكون متعامدة 90 درجة بيناتهم. هذا اللي يخلي انه السيرفكس يدخل بالانتير وول اوف ذا فاجينا مو من يدخل من الابر وول. ليش؟ لان هن مو نوت بارالل يعني الفاجينا واليوترس مو اثنيناتهم بنفس اللاين يمشن. الفاجينا عن السيرفكس اكو 90 درجه بيناتهم فعاده السيرفكس يدخل للفاجينا من الانتير وول. This position is referred to as anti version of the uterus. زين. Furthermore, the long axis of the body of the uterus is bent forward at the level of internal os with long axis of the cervix. This position is termed anti-flexion of the uterus. هنا هاي الصورة نشوفها. هذا long axis of the vagina. نشوفه 90 درجة عن long axis مال اليوترس. Okay. فايش بيسموه؟ وهذا اليوترس جاي anteriorly.
الهيد مال اليوترس او الفندس مال اليوترس. فايش يسموه؟ انتي فيرتد يوترس، انتي فيرتد يوترس. ونفس اليوترس هو هم نفس اليوترس بيفلكشن، يعني كانما بين السيرفكس والبودي اوف ذا يوترس اكو فلكشن. اذا هنا نشوفه، فهذا انتي فلكست يوترس يسموه، فراح يزود لنا الزاويه مال يعني قوه الزاويه بين اليوترس والفاجينا. نشوف هنا احنا عندنا هذا اللونج اكسس مال الفاجينا زين، وهذا اللونج اكسس مال اليوترس، فشنو اكو تقريبا 90 درجه. ونشوف هو اليوترس نفسه هم شنو صاير بي بيندينج انتيريرلي زين. هذا اللي حكيناه هسه نورمالي. Thus in erect position with the bladder empty the uterus lie in almost horizontal plane. In some women هذا اللي abnormal راح يحكي. In some women the fundus of the body of the uterus are bent backward on the vagina so that they lie on the rectouterine pouch. راح يكون اليوترس بالpouch of Douglas مقلوب بالعكس posteriorly. In this situation the uterus is said retroverted زين retroverted. If the body of the uterus is in addition bent backward ونفس اليوترس راح يكون يعني bended backward فراح يسموه retroflexed uterus. يعني عندنا retroverted retroflexed uterus هذا abnormal ونمبر قليل من الفيميل يكون موجود. The blood supply of the uterus is from the uterine artery اللي هو branch من ال internal iliac artery. It reaches the uterus by running medially in the base of the broad ligament. هذا اليوتراين artery حتى يوصل لليوترس راح يمشي بيمن بالبرود ليجمنت. The artery then ascend along the lateral margin of the uterus within the broad ligament and end by anastomosing with the ovarian artery. واليوتراين artery also give a small descending branch that supply the cervix and the vagina. The uterine vein follow the artery and drain into internal iliac vein. نشوفه بهاي الصورة. اليوتراين artery راح يدخل خلال البيز اوف ذا برود ليجمنت، مو الابر اند، لا من البيز من ال يعني زين. وراح يعطينا بلس سبلاي على يمشي على اللاترال وول اوف ذا يوترس زين، يعطينا بلس سبلاي لليوترس كله وبالنهايه يتصل ويا من ويا الاوفيرين artery. وآلسو يعطينا برانش هنا للسيرفكس وللابر فاجينا. وكذلك عندنا صورة لا تتذكروها هنا رسمنا اليوريتر water under bridge، قلنا اللور end of the ureter راح تكون crossed by the uterine artery زين، فاليوترine artery راح يصير above the ureter. The lymphatic drainage the lymph vessel from the fundus of the uterus accompany the ovarian artery and drain into para-aortic node زين. The vessel from the body and cervix drain to the internal and external iliac lymph node. The nerve supply, the autonomic, which is sympathetic and parasympathetic, from the inferior hypogastric plexus. زين. هذا اليوترس محطوط بمكانه لازم أكو إلى support قوي. ليش؟ لأن هو راح يصير ب pregnancy وراح يصير delivery. فحتى ما يصير عندنا uterine prolapse اللي حكيناه بالمحاضرات السابقة. اكو يوتراين سبورت قلت لكم راح يعني نشوفها بالمحاضرات اللاحقه. فهنا هسه شنو نحكي على سبورت اوف ذا يوترس. ذا يوترس از سبورتد مينلي باي ذا تون اوف ذا ليفاتور اوناي مسل. الليفاتور اوناي مسل اللي راح نحكيهم بالمحاضره الجايه ان شاء الله. اند فروم 3 امبورتنت ليجمنت زين. فعندنا الليفاتور اوناي مسل او البيلفيك دايفرام وعندنا 3 ليجمنت. It's the levator ani muscle and perineal body. They form a broad muscle sheet stretching across the floor of the pelvic cavity, and together with the pelvic fascia on their upper surface, they effectively support the pelvic viscera and assist the intra-abdominal pressure transmitted downward through the pelvis. فعندنا أهم شيء إحنا levator ani muscle.
اللي هي هاي نفسها قلنا نسوي لها pelvic floor muscle exercise. زين هاي الليفاتور ان اي مسل هذا كورونال سكشن. زين شنو الليجمنتس اللي قلنا عندنا 3 ليجمنت هم يسوون سبورت اليوترس؟ اول واحد اللي هو ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت او الكاردينال ليجمنت. The transverse cervical ligament are fibromuscular condensation of pelvic fascia that pass to the cervix and the upper end of the vagina from the lateral wall of the pelvis. هي اسمها transverse cervical يعني راح تربط ال cervix لل pelvic side wall. زين هنشوفها بهاي الصورة. هاي راح تجينا من ال pelvic side wall زين لمن للسيرفكس وهاي من هالجهة. فعندنا ترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت بالكورونال سكشن. الترانسفيرس سيرفايكال ليجمنت ما راح تبين ليش؟ لان هي صايرة يعني مثل البرود ليجمنت. اوكي خنقول الاتجاه مالته فما تبين بالساجيتال سكشن، تبين وين؟ هنا أنا بالكورونال سكشن. الاذر ليجمنت اللي هو بيوبو سيرفايكال ليجمنت. ذا بيوبو cervical ligament consists of two firm bands of connective tissue that pass to the cervix from the posterior surface of the pubis. They are positioned on either side of the neck of the bladder, to which they may give some support. اللي هو pubovesical ligament. فاحنا ماخذين pubovesical ligament اللي هو يسوينا support للبلادر neck. اكو بعد بيوبو سيرفايكال ليجمنت هذن يمشن يعني خلينا نقول لاترال تو ذا بلادر نيك. زين على جهتين البلادر نيك ويوصلن للسيرفكس يسوون سبورت للسيرفكس. الثيرد ليجمنت عندنا اللي هو ساكرو سيرفايكال ليجمنت، من اسمه يعني من الساكرم للسيرفكس. زين ذا ساكرو سيرفايكال ليجمنت كونسيست اوف تو فيرم فايبرو ماسكولار باند of pelvic fascia that pass to the cervix and upper end of the vagina from the lower end of the sacrum. They form two ridges on either side of the rectouterine pouch. راح تمشن على اللاترال وول مال rectouterine pouch. فهنا بالكورونال سكشن نشوف sacro cervical ligament posteriorly و pupo cervical ligament anteriorly. وقلنا transverse cervical ligament يعني عندنا من كل الاتجاهات اكو support للcervix anteriorly laterally and posteriorly. زين هسه هنا خلصنا اليوترس والcervix. عندنا last organ اللي هو بالinternal genitalia وهو جزء من lower end راح يكون يعني من ضمن الاكسترنال genitalia اللي هي الفاجينه. The vagina is a muscular tube that extend upward and backward from the vulva to the uterus. It measure about 8 cm long and has anterior posterior wall which normally in opposition. زين يعني هاي الانتيرير وول والبوستيرير وول مطبوقات واحد على الثاني. The cervix pierces the upper anterior wall of the vagina. It is important to remember that the upper half of the vagina lie above the pelvic floor. زين pelvic floor muscle. So it is inside the pelvic cavity whereas the lower half lie within the perineum. The area of vaginal lumen that surround the cervix is divided into four arc-like regions. احنا قلنا cervix يدخل بالفاجينا فهاي المنطقة اللي بين cervix وبين vaginal wall صايرة مثل الهلال. زين يسموها vaginal fornices. زين فتنقسم الى اربع اجزاء. عندنا anterior fornix, posterior fornix, posterior vaginal fornix and lateral fornices. اللاترال بهن right lateral and left lateral. زين هنا انا قاعد نشوفها بالصوره. هاي هنا انا بكورونا سكشن فراح نشوف posterior vaginal fornix اللي هي هاي المنطقة بين الفاجينال وول وبين الوول مال السيرفكس صايرة مثل السليت لايك. هاي البوستير فاجينال فورنس وهنا نشوف الانتيريال فاجينال فورنس. واذا اخذنا كورونال سكشن راح نشوف الرايت والليفت فاجينال فورنسز.
The vaginal orifice is in a virgin female possesses a thin mucosal fold called the hymen, which is perforated at its center. After childbirth, the hymen usually consists only of tacts. The relation of the vagina anteriorly, the vagina is closely related to the bladder above and to the urethra below. Anteriorly, عندنا من راح يكون anterior to the vagina upper بالأبر بارت راح يكون البلادر وباللور بارت اليورثرا. Posteriorly, the upper third of the vagina is related to the rectouterine pouch, زين pouch of Douglas. والmiddle third is related to the rectum and the lower third related to the anus أو anal canal. Laterally, the upper part of the vagina related to the ureter, زين the middle part is related to the anterior fiber of or the puborectalis of the levator ani muscle. The middle part راح تكون بشنو pelvic floor muscle اللي هي شنو puborectalis muscle اللي هي part من levator ani muscle. Contraction of the fiber of levator ani muscle compress the wall of the vagina together. The lower part of the vagina is related to the urogenital diaphragm and the bulb of the vestibule. نحكيهم بالمحاضرة الجاية إن شاء الله. The blood supply of the vagina. عندنا vaginal artery اللي هو branch من the internal iliac artery. And we have a branch from the uterine artery. This supply the vagina. The lymphatic drainage من the upper part the iliac lymph node وال internal iliac lymph node وال lower part راح تكون the superficial inguinal node. The nerve supply كذلك من the inferior hypogastric plexus. Vaginal support هو الفاجينال support نفس السبورت اللي حكينا لليوترس والسيرفكس زين الليفاتر ان اي مسل اند ترانسفيرس سيرفايكال فاشيا بيوبو سيرفايكال اند ساكرو سيرفايكال ليجامنت سبورت ذا ابر بارت اوف ذا فاجينا. This structure attached to the vaginal wall by pelvic fascia. The urogenital diaphragm support the middle part of the vagina. زين اللور بارت مال الفاجينا سبورت ما راح يكون من اليوروجينتال دايفرام اللي راح نحكيه بالمحاضره الجايه. والبارينيال بودي سبورت ذا لور بارت اوف ذا فاجينا هذا هم راح نحكيه ان شاء الله بالمحاضره الجايه. زين البرود ليجمنت احنا هو حكينا على البرود ليجمنت فهسه راح ناخذ بالنهايه انه شنو البرود ليجمنت مثل ما حكينا شنو الستراكشر اللي قلنا مشت بالبرود ليجمنت. The broad ligament are two layer fold of peritone. يعني هو بردة متكونة من البريتون تو لاير من البريتون اللي هي صايرة انتيرير والبوستيرير تو ذا سيرفكس مو ال العفو اليوترس. اليوترس كفرد باي بريتون انتيريرلي اند بوستيريرلي فلاترال تو ذا يوترس. هاي اللاير مال البريتون راح تستمر للبيلفيك سايد وول وراح تسوي لنا هي هاي البردة. زين The broad ligament are two layered fold of peritoneum that extend across the pelvic cavity from the lateral margin of the uterus to the lateral pelvic wall, covering the body and the fundus of the uterus. The uterine tube and the ovary also covered. Superiorly, the two layers are continuous and form the upper free edge. Inferiorly, at the base of the ligament, the layer separate to cover the pelvic floor. زين شنو content of the broad ligament. عندنا uterine tube in the upper free border. عندنا round ligament of the ovary and the round ligament of the uterus. زين اللي هنا قلنا ذني represent the remnant of the gubernaculum. The uterine and ovarian blood supply of blood vessel, lymph vessel and nerves هم تمشي بالbroad ligament. واخر شيء عندنا الإبوفورون والباروفورون اللي هي represent the remnant of the mesonephros. هاي remnant المال الستركتشر مال الميل بالفيميل. يعني مثلا احنا بالميل شنو عندنا مو عندنا vas deferens و epididymis و ejaculatory duct زين و seminal vesicle. فهذن يكون remnant بالفيميل يسموهن إبوفورون وباروإبوفورون موجودات بالبرود ليجمنت. مثل ما قلنا بالميل عندنا بروستاتيك اوتركل بالفيرومونتانا زين اللي قلنا هاي ريمننت مال الفيميل ستراكشر
بالفيميل عندنا ريمننت مال ميل ستراكشر. زين اخر موضوع اللي هو the principal difference in the female true and false pelvis. زين احنا في female pelvis هنا اذا نشوف هاي الاكس راي، هاي pelvic اكس راي، هنا هاي اكس راي of the male وهاي اكس راي of the female. فنشوف اكو فد differences بالpelvis بين الميل والفيميل. هاي differences تساعد على labor of the child. فهاي differences كلش مهم انه نعرفها شنو. طيبكم اياها انا على شكل اربع نقاط. The female pelvis is larger and broader with side wider part. زين اول شيء انه female pelvis هو بشكل عام اكبر. وهذا dimension wider. زين lateral side wider راح يكون. The female inlet is oval as compared with the heart-shaped male inlet and wider which contribute to the weakness of the pelvic floor. هنا نشوف الانلت مال بيلفيس راح تكون شكلها شنو؟ بيضاوي هاي، بينما بالميل راح تكون شكلها هارت شيب. بالميل هارت شيب الفيميل البيلفيك انلت، بينما بالفيميل راح تكون اوفال شيب اند وايد. وهاي الوايدنس هنا بالانلت مال بيلفيس راح تسوي لنا ويكنس، يعني راح تسوي لنا بريشر قوي من الابدومينال ستراكشر يدخل البيلفيس، فالفيميل راح تكون اكثر معرضه للويكنس بالبيلفيك فلور مسل. The angle between the inferior pubic rami is obtuse in women. نرجع للصورة. هنا هاي pubic rami، inferior pubic rami. يشوفون اكو هنا angle. زين. بالفيميل هاي الانجل راح تكون كلش قليلة. اوكي. هاي هم ساعدنا على الدليفري. The female sacrum is shorter and wider with less pronounced sacral promontory. الساكرم حتى ما يسوي ان البيلفيك اوتلت سمول. زين. راح يكون شبي شورتر قصير ووايد وليس برونانسد، يعني البروجكشن مالته انتيريرلي راح يكون كلش قليل. زين حتى يبقي لنا البيلفيك اوتلت كبيره فور ديليفري اوف ذا تشايلد. اند ثانك يو فور لسننج.